اخوان السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد. الفيديو ديال النهار غيكون عباره عن تيست رايد ديال هاد البوبر سيكونت. هاد الموتور تبارك الله اللي جايب واحد الديزاين فريد من نوعه، واحد الديزاين كلاسيكي. غنتعرفوا على هاد الموتور عن قرب، نشوفوا المميزات اللي فيه ونشوفوا في الاخر واش يستاهل الثمن اللي غنقول لكم. يلا بقاو معنا من بعد هاد السينماتيك. بيس. اخوان السلام عليكم. في تتمة ديال التيست رايد ديال هاد البوبر سيكونت ديال السيماتي، موتور اللي تبارك الله جايب واحد ديزاين كلاسيكي، واحد ديزاين غزال. العشاق ديال هاد الستيل هذا، يعني كاينين بزاف ديال الماطر في بلادنا تبارك الله اللي عندهم شعبيه بحال الفينيكس وبحال الهانواي. البوبر سيكونت جاي حتى هو تينافس بقوه في هاد السوق ديال هاد الماطر هادو. موتور اللي اول انطباع ديالي عليه فاش يلاه جربته هو لاحظت باللي ناقصين فيه لي فيبراسيو بزاف مقارنه مع الموتور سيكونت اللي جربته من قبل. وواحد الحاجه اخرى اللي غتكون نقطه ايجابيه بزاف للدراري والبنات اللي قصار، خصوصا البنات هما اللي كيعانيو من النقطه هذه ديال الطول. يعني موتور اللي فيه 78 في لوتور دو سيل، يعني ما تحتاجش تكون طويل شويه باش تركب هذا الموتور، يعني قد ما كان الطول ديالك راك غتسوق هذا الموتور هذا. يعني موتور اللي صلاح يبدا به اي واحد مهما كان الطول ديالك ومهما كان العمر ديالك، ماشي مشكل، حيت هذا الموتور هذا بدون رخصه السياقه ما يحتاجش بيرمي باش تسوقو، تقدر تكون اول موتور غتبدا به مخير. موتور اللي صراحه اي واحد تيتلاقاني به تيقول لي واش بالبيرمي، يعني اصحاب امراه موتور كبير، هذا راهي موتور صغير، يعني ما يحتاجش رخصه السياقه باش تسوق هذه الدراجه هذه. هذه واحد نقطه زوينه. وهذا الموتور اخوتي راه جايب بواط فيتاس انترناسيونال كما عودتنا السيماتي تبارك الله بحال ديما، باش تعودك انك تدوز للمطر الكبار نيشان، ما يحتاجش عاد تقع يعني كتعلم بروميان لتحت ودوزيام تروازيام كاتريام داكشي الاخر الفوق من الصغر، ماشي حتى تكبر عاد تبقى تعلم كي دير تسوق برومبرياج. يعني موتور راه كتسوقو كيما كتسوق اي موتور كبير اخر، لومبرياج حتى هو الفيتاس، يعني ما كاينش فرق. يعني الا كتسوق هذا الموتور هذا راه اي موتور اخر كبير غادي تسوقو ما غاديش تلقى فيه مشكل. كما قلت لكم واحد النقطه اخرى اخوتي اللي عجبتني في هذا الموتور هذا هو انه جاي نص نص، ما هو يعني طريق 100% ما هو ديال لابيست 100%، يعني جايب بنوات ديال الاوفرود، جايب لي فورو ديالو فيهم دوك الجليدات تيكاليو عليه على الغبره. يعني واخا الا كانت شي بيستا، يعني ما تكونش شي بيستا قاصحه بزاف، يعني الموتور مزيان ما تحسش كاع بالفرق. فيه المرايات، واحد الحاجه زوينه في المرايات يتجمعوا بحال هكا. هاد القضيه هادي الا بغيتي تبدل يعني الشوفه ديالك للموتور، اولا الا كنتي غضرب كما قلت لكم شي بيستا ويعني عرفتي رزق لك الموتور، كما حنا في المطر الترايل ولا مطر كبار كندوروا المرايات للداخل باش ما تفرعوا الناس. هادو عندك المرايه تقدر تدور هكا وخيطه الموتور ما تجيش تضربها في المرايه، تجي هنايا وراكم عارفين هنا ما تيوقع والو الموتور. هذه واحد الحاجه زوينه. الاضاءه ديالو تيجي بواحد الاضاءه فول ليد، يعني ليد كامله لا في البارابول القدام. بالمناسبه اللي كيبقى ديك الاش تبارك الله كديره كتبقى تشعل يعني واخا بالنهار ولا بالليل، بحال كاع المطر جداد ولا الحديد جديد كامل ولا بحال هكا. السينيالات حتى هما ستوب ديال اللور كلشي ليد. البوبر جابت لينا هاد الكونتور يعني فيه كاع داكشي اللي تحتاج، فيه الرونفلاج، فيه السرعه، فيه الكيلومتراج اللي ضرب الموتور، لي رابور كتبين لك اش من فيتاس باش غادي، واهم حاجه اللي هي ليكوي ديال ليسانس كتبين لينا شحال باقي لك ديال ليسانس باش ما يخليكش هكا اون بان في شي بلاصه الله يستر تكون بعيد على بومبا ولا شي حاجه.
هذا الموتور اخوتي كيجي بنواه ديال الاوفرود ماشي 100%، المهم شويه هكا وشويه هكا، يعني 50% 50%. الرويضه القدام فيها 110 90 17، يعني بنو يعني رويضه اللي عريضه تبارك الله، يعني ما تخافش عليها في الفيراج. والدلور حتى هي 130 90 17، يعني بنو اللي عريض كدور به كيما بغيتي. موتور اللي كيكون يعني ثابت في الطريق، كل ما كانوا البنوات عراض كل ما كيكون الموتور يعني ثابت، ماشي اي فيراج دغيا يجمعك كل شي حاجه. ندوزو لواحد النقطه مهمه اخوتي اللي هي الفخيناج. الفخيناج ديال هذا الموتور هذا جايبه سيستم سي بي اس اللي كنت هضرت لكم عليه في التسترايد ديال سيماتي مونستر، الفيديو الفوق هنا اللي بغى يرجع يتفرج ياخذ عليها فكره. حتى هي السيستم اللي كنت شرحت لكم عليه باللي انه يكفي انك تفاني غير الفران ديال اللور، يعني غير لابيدا ديال الرجل كيشد لك اوتوماتيكمون الفران ديال القدام حتى هو بواحد النسبه ديال 25%، هكا كيخلي انه يوزع الفران على الرويد بجوج بلا ما يزلق بك الموتور وتوقف ان شاء الله بسلام. انا ندير لكم واحد التيست دابا باش تشوفوا. انا غنكسيري شويه ونفراني غير بالرجل، انا حيدي يدي من القدام. شوف الموتور كي كيهبط من القدام، نتوما عارفين واش كيهبط الموتور من القدام، يعني راه التفرانه الفران القدامي وانا واخا ما قصوش. هذه حاجه زوينه اللي كيخليك واخا تكون ديك ردات الفعل اللي على غفله ما تكونش ولا شي واحد تيخرجك بشي فيراج ولا يعني فشي قطعه غير متوقعه تنوض مخلوع تتوطي الفران ديال اللور بوحدو، يعني نورمالمون في هذه القطعه غادي يزلق بك الموتور فيراج ومفراني على اللور مجهد. هذا لا، يعني واخا تكون ردات الفعل على غفله وفرانيتي باللور هو تيشد لك القدام حتى هو بجوج، يعني كيشد لك الفرانات بجوج. جيب اخوتي في الفخيناج ديالك بجوج، الرويضه القدام والرويضه اللور ديالك تبارك الله كبار، يعني اللي كيخليه انه يحكم الرويضة. الكونسوماسيون ديال هاد البوبر اخوتي 2.1%، يعني بحال كاع الموتور الصغار ما تياكلو والو، يعني دير البلان ديالك ونساه وسير مع راسك. البلان اللي تيهز 11 ولا 12 بالضبط ما بقيتش متاكد، 11 واقيلا ديال الليترات، 11 لتر راه بالنسبه للموتور صغير كافيه وفايته كاع. السيماتي اخوتي خرجات في هذا البوبر سيكونت 4 ديال الالوان كما عودتنا السيماتي بحال ديما، كتعطينا الاختيارات باش تخرجناش غير لون واحد ولا جوج، يعني فيه 4 ديال الالوان هذا الموتور هذا. فيه هذا الخضر هذا اللي واعر تبارك الله، هذا الخضر وتيبري يعني الويد زوين، وفيه الكحل مات الغني عن التعريف، وفيه الكري ناردو اللي كان خرج في المطر اللي قبل اللون اللي لقى شعبيه كبيره، وخرج فيه اللون الواعر اللون ديال البيض بحال اللي في الميني كوبر، مسمينه هما البيض ديال الميني كوبر نيت بلون ميني كوبر. هاد البلو داير بحال البلون كاسي هكا، فيهم في واحد اللون زوين تيبريني ما تقدرش تشوفو في التصويره يعني مزيان، ماشي بحال كنتي مباشره حتى يبان لك الجمال ديال داك اللون. يعني الالوان كاملين واعرين والاذواق لا تناقش، كل واحد والذوق ديالو. واخيرا اخوتي كيبقى لنا الفقره ديال الثمن ديال هاد الموتور هذا. سيماتي اخوتي حط هاد الموتور في السوق بثمن ديال 16500 درهم. بحال ديما قولوا لي واش هاد الموتور يستاهل هاد الثمن هذا ولا لا. نتوما لا تقولوا لي في الكومنتير، وتهلاو نتلاقاو في فيديو جديد. بيس.